التواصل المستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام على البركة. تعلن بداية انطلاقة الشوط العشرون وشوط الختام في هذا اليوم. تهانينا وألف مبروك لجميع الأخوان الفائزين في الأشواط الماضية. نهني مالك الكروزر من ظفر بناموس الشوط الأول مع مطرب سالم بن محسن بن جبران المري من انتزع الشوط الرئيسي الأول وحصل على اللاند كلوزر المقدمة من الشيخ عاطف بن عطية القرشي. إذن على البركة نبدأ مباشرة مع أول المراكز. الأسد لعبد الله بن حزام بن راشد يحتل المركز الأول بينما المركز الثاني أتابع من الجانب الآخر والانطلاق في هذه اللحظات. أتابع رياض لعلي بن عبد الله بن حمد الفهيدة المري من يسيطر على المركز الثاني بينما المركز الثالث ثالث التحديات بشير بن بشير الشمري مع انطلاقة عز الجيش على المركز الثالث. المركز الرابع التواجد والانطلاق من جبار لخلب النايف الفرتاج. الشمري يقدم جبار على رابع المراكز. النقلة مباشرة على خامس المراكز. اتابع مشاهدين الكرام والانطلاق من سيد لراشد بن طالب المتعب بن شريم المري من يصل على المركز الخامس. إذن متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى ونعود إلى الصدارة مع المركز الأول. يا سلام أتابع رياض على الصدارة. رياض على الصدارة لعلي بن طالب بن حمد الفهيدة المري على المركز الأول ولكن الخطورة من جبار خلب النايف الفرتاج الشمري وكذلك القدوم من الأسد لعبد الله بن حزام بن راشد من يحتل المركز الثالث ولكن أتابع اللي غير مع السيد راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري مع المركز الرابع ينتقل في هذه اللحظات إلى أول المراكز. المركز الخامس أتابع الاسم القادم مع عز الجيش لبشير بن بشير الشمري مع عز الجيش على خامس المراكز وأيضا القدوم والتسلل في هذه اللحظات. الوصول من الفائز لمحمد بن سعيد الدهن المري من يصل على ثاني المراكز. إذن متابعينا الكرام نعود إلى الصدارة مع الخمسمائة متر الأخيرة. يا سلام الحاسمة في هذا الشوط ولكن السيد والفائز الفائز من غير من الجانب الآخر محمد بن سعيد الدهن المري ولكن عز الجيش لبشير بن بشير الشمري من غير على الصدارة من غير على المركز الأول مع عز الجيش وسلالة عز الجيش. يا سلام ولكن الفائز من يعلن الانطلاق والتواجد على ثاني المراكز والمئتين متر الأخيرة مع الفائز. يا سلام محمد بن سعيد الدهن المري مع الانطلاق الأول والتحدي الأول ولكن الخطورة والانطلاق في هذه اللحظات من السيد راشد بن طالب المتعب المري ولكن الفائز وهو فائز في شوط الختام ومسك ختام هذا اليوم. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد الدهن المري على فوز الفائز بالمركز الأول. المركز الثاني كان الوصول من السيد لراشد بن طالب بن متعب بن شريم المري. المركز الثالث 12 السيف لسعد بن محمد بن صافي المري. المركز الرابع 3 كان الوصول من الأسد لعبد الله بن حزام بن راشد. المركز الخامس عند لجنة الخط والتحكيم تهانينا والناموس لمالك الفائز محمد بن سعيد الدهن المري على فوز الفائز وانتزاع شوط الختام وتوقيت الزمني 3 دقائق 8 ثواني 79 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.